ذكري اهلا بحضرتك. اهلا بيك. هذا عرفنا بحضرتك. انا العربي بتاع الكنيه في العطارين. بقالك كم سنه؟ بقالي 62 سنة في الصنعة دي، في المهنة 62 عام. المهنة دي انت ورثتها ولا انت اللي اتعلمتها؟ دي انا اتعلمت، عمي علمني الصنعة وانا عمري 8 سنين، اشتغلت معاه لحد ما عمري 40 سنة. فعمي توفى وكملت المسيرة يعني لحد النهاردة بشتغل في الصنعة، والعمر كله 71 عام، فبقالي حوالي 62-63 سنة في الصنعة. هنا بقى يعني ايه اللي بتعمله بالظبط؟ من اول ما تبدا تجي لك خشب لحد ما تخلص، هي بتجي خشب زي كده، فانا بخرم الخرام ديت الاول، وبعدين بعمل الشغل الاولاني. اول حاجه بعمل الغيره وبشتغل الحفيره، باسسها يعني، وبعدين بشتغل لحد ما بتبقى مقفوله زي البروازه، الترابيزه ديت بتتقفل زي الترابيزه دي، بتتشطب، وبعدين بتروح بقى ليه للزبون بقى بتاعها، فبياخد وبيلمعها وبيشطبها. فهي مهنه كويسه وحلوه، ومش يعني اهم حاجه الاعصاب بتاعت المهنه دي، لازم الاعصاب بتاعت الواحد يكون هاديه واعصابه يكون مركز على ان هو بيشتغل يعني، لان المهنه دي كويسه مش وحشه. فالحمد لله يعني استمريت فيها ولغايه الان بشتغل في المهنه ديت وتمام الحمد لله. يعني نعرف المشاهدين يعني ايه كرسي الكنيه؟ كرسي الكنيه ده هو جاي مثلا ايه؟ يعني الشغل بتاع التنجيد اللي هو المنجد ده اسمه تنجيد، بينجده. انما دي كانيه اللي هو الخوش الغرزان، فانا بيعتبر برضه بنجدها زي المنجد ما بينجد الشغل، فهي اسمها كانيه عشان الخوش بتاعه الغرزان اللي انا بستعمله في قلب حته الشغل يعني. لان الكانيه ده هو والغرزان ده اصلا من بره، مش مصري خالص يعني. الخوذ ده بيجي لنا من بره، بيجي لنا من اندونيسيا، سنغافوره، مستورد مش مصري. فطول عمره هو كده بيجي من بره، واحنا بناخد من التاجر اللي هنا الخامه وبنصنعها، احنا بنشتغل اللي هو ده احنا بنعملها، لكن هي طول عمرها البضاعه دي بتيجي من بره، مش مصري خالص. مين اصلا اللي بدا في المهنه من زمان؟ مين اللي اسس المهنه؟ الاساسه دي ناس اجانب يعني، زي مثلا اللونان. اللونانيين الاجريج هم اللي اسسوا المهنه ديت، وفي هناك برضو بيشتغلوا برضو في اللونان وفي قبرص، ما زالت موجوده بيعملوا الشغل الكنيدي. وفي لبنان في نفس المهنه برضه، في لبنان بيعملوها، وفي سوريا بيشتغلوا نفس الشغل دي بالظبط. لبنان وسوريا بيعملوا الكنيدة هناك. انت يعني اكتر الكورس اللي فيها ده بياخد وقت منك قد ايه؟ على حسب بقى يعني الفوتيل اللي معايا ده بعمل الدور بتاعه ممكن مثلا على حسب مثلا ساعتين ونص 3 ساعات،
واشطبه يعني. ولما يكون الخامة نضيفة حلوة كده بتسهل معايا اكتر برضو. برضو الخامة لما يكون حلوة نضيفة والفتلة كده حلوة ماشية معايا بتسهل شوية معايا. المهنة علمتها لأولادك ولا انت بس اللي بتعلمها؟ لا انا عندي ثلاث اولاد. فهم كانوا ياخدوا الاجازة من المدرسة بينقعدهم هنا في الدكان عندي وبنعلمهم الصنعة. فالحمد لله علمتهم الصنعة وعلمتهم التعليم. يعني علمتهم التعليم في الدراسة وعلمتهم الصنعة في الوقت نفسه. أهم حاجة التعليم. فالثانية هي عديتهم الخبرة بتاعت الصنعة اللي هم يبقوا متعلمين. يعني معايا محمد محامي ومتعلم الصنعة. ومعايا إسلام معاه دبلوم تجارة لأنه كان قاعد معايا في الدكان هو أطول يعني أطول مدة. هو الوحيد اللي كان قاعد معايا برضه إيه مستمر. معاه دبلوم تجارة بس متعلم المهنة. ومعايا أحمد برضه متعلم المهنة. وأحمد ده واخد الدكتوراه. يعني علمته لغاية ما إيه أخد الدكتوراه ومتعلم برضه المهنة برضه. فالحمد لله يعني علمت الاولاد ومتعلمين المهنه تمام ومية مية. الحمد لله.